أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: إذا قرأ الشخص القرآن ثم وهب ذلك لأخ أو صديق أو والد متوفى، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ أرجو التوضيح مع الدليل من القرآن والسنة، لأن هذا العمل عندنا في بلدنا وبكثرة مهجورين. هذا لا دليل عليه، إهداء ثواب القراءة إلى الميت لا دليل عليه، فالأولى تركه. الذي ورد أنه يهدى ثوابه إلى الميت هو الصدقة والأضحية والحج أو العمرة أو الدعاء، هذا كله يصل إلى الميت إذا تقبله الله. ونحن نقتصر على ما ورد في الأدلة، ولم يرد أنه يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، هذا لم يرد. والله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعمل الإنسان له لا يهديه لغيره إلا ما ورد به الدليل، وقد ورد الدليل بهذه الأمور التي ذكرناها فيقتصر عليها، وليس منها قراءة القرآن. نعم.